الدعم النفسي للأطفال هذه الفترة، ألا تلاحظي معي أن هناك لغة مبالغة كبيرة؟ يعني معليش، احنا عرفنا الأطفال بهذا الفيروس بخطورته، بأنه لازم نغسل 40 ثانية أو المعقم 20 ثانية، علمناهم أنه ما نلمس أسطح معينة، إذا عطسنا بطريقة معينة، لكن صار فيه نوع من المبالغة حتى أخرجنا الأطفال عن طفولتهم من صحة العبارة. يتهيألي أنه إننا نخبي عن الأطفال ولا نكلمهم بالواقع اللي احنا بنعيش فيه، في ممكن يكون شيء من الخطورة عليهم. لا، احنا عرفناهم الآن وفهمناهم أنه هذا، نحاول نعرفهم مو بالترهيب ولا بالخوف، نحاول نفهمهم أنه في مشكلة معينة اللي هي في جرثومة معينة ممكن نصاب فيها، هي منتشرة هذه الأيام، وإحنا لازم نأخذ الأشياء الوقائية هذه ولازم نلتزم فيها. نعم. بس الترهيب وجعل الطفل يعيش في حالة من الخوف والذعر برضو ممكن يجيب يعني نتيجة عكسية برضو. صحيح. إيش تشوفي أنه لغة الخطاب كيف تكون؟ هو يكون التصميم مع التعليم، يعني أنا أعلمه وأفهمه بس برضو ما أرهبه وأخوفه. كثرة الكلام عن نوعية الوقاية كل طول الوقت ممكن تجيب حالة ذعر عند الطفل، فأنا أحاول أني أنا أكلمه مرة اثنين أحس أنه أستوعب الموضوع، أبدأ أراقبه، بس ما أفضل كل شوية يعني مثلا لقينا أنه مثلا كح في يده من غير ما يغسل يده، طب إيش رأيك نروح نغسل يدنا دحين عشان إحنا كحنا بعبارة لطيفة، يعني بالعبارات اللطيفة، مش يا لا مش بالزعاج مش بالتوبيخ، يعني في الأخير هو طفل، وإحنا يعني هدف الأب والأم هو حمايتهم، فزي ما إننا إحنا نبغى نحميهم من الفيروس برضو نبغى نحمي نفسيتهم من التوبيخ والذعر والخوف. نعم، هو يعني سلاح ذو حدين، والواحد لازم يكون مرة متزن، وهذا يعني أنا أشوفه إنه شيء أصعب على الآباء والأمهات، إنهم لأنه هم أصلاً تحت ضغط نفسي. صحيح. يبغوا يحموا أطفالهم، وفي نفس الوقت ممكن هذه الضغط النفسي ده يرجع بشيء سلبي على الطفل، فهو الوزن من الآباء والأمهات أهم شيء. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.